زيدي تغسليت وقولي الله يرحم الوالدين، قولي الله يرحم الوالدين. ياك عارفين هاد القضيه كيديروا القيطه ديال ديك الريحه المزوره ويخلطوها بالماء ويبداو يرشوا على 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 سميتو على انا بعدا شحال مره جرات ليا في العراس في المغرب يبداو يرشوا على دوك اللي عارضين عليهم الناس اللي معروضين للعرس. طق 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 يا اختي مرحبا مرحبا مرحبا. السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم غادي نتقاسم معكم النظافه، والنظافه من الايمان. ايوا دابا من عرفتوا شحال هادي انا سافرت وجا رمضان ودا شعبان وما جيتش خملت الدار ديالي، عرفتوا كيفاش لقيت الحاله لا يرثى لها كما كنقول انايا بالغبره. ومعنا حدايا هنايا الشارع، الراجل كيحل الشراجه ويمشي للخدمه. وعادي يا اختي بغيت نحك شويه ديال الفضه، واش حتى نتوما باقي عندكم الفضه؟ ما حملت ما قبلت قهرتني ما تليتش حامله نشمها، كون داز مول النخاله كون راني عيط لي بعث عليه مول الوان كما كنقولوا حنايا دوك اللي كيبيعوا جافيل بالعمار عندنا في المغرب. ما تليتش اختي حملتها طايحه ليا الكتاف، والله البلاتي ما طايحه ليا الكتاف ما تليتش حملتها، شكون اللي بكم تجي تعاوني؟ ما تليتش قادر على ما تليتش شميتها. شي شاريه ليا امي وشي عاطيه عدوزتي لولدها وعاطيه ليا نهار تزوجنا. ايوا مشكله كحله. والمشكله ديال الفضه هنايا في البرتغال عرفتي الثمن ديال الفضه شحال؟ ربعه ديال البياسات يكونوا عندك في الدار بحال فرشتي الصالون بربعه ديال المليون عندنا في المغرب. لا قلت لكم غادي تصدقوا، ولكن كل بياسه انا كدير 500 الاورو الفوق من دوك البياسات الصغيورين اللي نتوما تعلقوا بحال هذاك هذاك الشيء اللي عندي انا لي. عاد الطاس طاس اختي وفاطمة اجي تغسلي يديك، انا جا نجيب لكم طاس اخوتي طاس الطاس طاس. ها انتم شوفوا ها الطاس اللي شاريه لي امي هاو فاطمة وفاطمة وانتي انا ما سخيتش بيه ابدا ما سخيتش بيه من نهار تزوجت. شحال في عمره؟ 17 سنه. هاو كل عام تضرب لي بحكه وما سخيتش بيه ما ساخياش بيه ما ساخياش بيه. وفاطمة وفاطمة عاري خدي الفوطة عاري الفوطة هاتي اجي اجي العادات والتقاليد زيدي فايتنا زيدي تغسلي وقولي الله يرحم الوالدين قولي الله يرحم الوالدين. يلا خوتي بغيت نضحك معاكم شويه هاكي فايتنا نسيتي الفوطه وهاكي والطاس ديالي غيتهرس. اوه واش نتوما خوتي باقي عندكم بحال هكا؟ ها نتوما شوفوا ها نتوما داها وداها والله ما خلاها ديروا الخور داها وداها والله ما خلاها وداها فلوس وخلى العديان يشوفوا. ها نتوما خوتي المبخرة هي المبخرة وانا قلت لها الطاسة وانا قلت لها الحسكة هي الحسكة هي اللي كيديروا فيها الشمعة. لا ها نتوما بالمرشات ديالها انا يديروا البخور وانا اختي عمروا بالريحة وخلطوها بالماء. واش عمركم دزتم ولاد ياك عارفين هاد القضية ياك كيديروا القيطة ديال ديك الريحة المزورة ويخلطوها بالماء ويبداو يرشوا على 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 سميتو على انا بعدا شحال مرة جرات ليا في العراس في المغرب يبداو يرشوا على دوك اللي عارضين عليهم الناس اللي معروضين للعرس. شطق طق 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 يا اختي مرحبا مرحبا مرحبا. دابا نخليو الضحك وغادي نمشيو للتمارين نحكو الفضه ونجمع معاكم هنايا الصالون ديالي غادي نحكو وغادي ننظفو غادي نحيد منه الرتيله وداكشي وصافي. المهم انا بغيت غير نضحك معاكم في هذا الروتين هذا ديالي اليوم ديال النظافه والنظافه بالايمان بغيت نضحك معاكم شويه صافي بارك عليكم. ويلا وبينا تشوفوا السعديه والحداقه يا اختي وحكه الفضه والتخمال. يلا وبينا دابا غادي نبداو غنمسح شويه ديال الغبره اللي كاين الفوق. راه ما عنديش سلوم سلفته لواحد خيتي كاع ما جابته يا ربي السلامه ياك. المهم دابا هادشي بعدا هو الاول غندير معاكم الحداقه البنات. المهم الحداقه الاويلي البنات كاع ما هبطتو راسكم طاحت ليا الكلمه ديال اويلي فمي وما تلاتش عيط بالله يمشي طراجي مكاش غتحيد خاصني دابا بورسي هادو حكيتهم غادي نردهم هانتوما شفتو علي قلت لكم عرفتي
ما حملتهمش نهار عدوز تعطاتهم لولدها، ما حملتهمش هادو حكيتهم جاو ساهلين. تعمل البطاطا ومايا ومشكيله هادي حدا غنشوف الوحده. دابا غنمشي نحك غير البراد، نحك البراد ونحك الحسكه. لا ماشي الحسكه، هي شنو سميتها كاع دائما تتلف ليا سميتها. هذا غادي يطيح، نحكم. والراجل عندي يموت على اتاي، وبالاخص في هذا البراد. هذا قال لك هذا البراد الثقيل هو اللي كيجيب اتاي زوين. درت له في براد اخر، دابا نطلع لكم واحد اللقطه دايرها نافخ ما حامل ما شاب. قال لك هذا، قلت ليها ودي راه تنعمرو فيه جوج مرات وكيولي زرق، راه عياني. قتلني قتلني بالحكان في هذا البراد هذا. واش غنقول لكم هو راه زوين في الحقيقه، ولكن شوف كي جاتكم تنبان فيه ياك الحكان. حداقه الحداقه اختي الحداقه، لا مزين فايت دايره لكم واحد الصوره بهذا البراد. زين 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 مو زين. انتما شوفوا البراد ديالي كيفاش كيرجع كاع الماء، عندي قطر عليه من الماء. كنحكم بواحد الغبره جبتها معايا من فاس، ومن بعد كنمسحهم كنمسحهم هكا مزيان بالشيفونه بنفس الغبره، او نمسحهم بشويه ديال الطحين. ها انتما شوفوا كيف كيرجع، شوفوا في وجهك. هكا كاملين، ما بغيتش نبدا معكم الحكان لان غير الحكان بوحدو غيديروا به فيديو. ها دابا غادي تشوفوا وجهكم في البراد كما انا نضي العيالات الحادقات تحكو. صافي حكيتهم نشفتهم نشفو نردهم البلاصه ديالهم. هاد المره حتى هي واقفه ليا في الطريق هنايا، شوف فين خليتها. ردوا الطاس ديالنا البلاصه. هانتوما هذا هو الديكور اللي كندير ليهم. اي هادي هادي غادي طيح. صافي هذا هو الديكور اللي كندير ليهم، كيجيو زوينين. لا هاد البلاصه ما عرفتش هادي فين كانت، ما عقلتش. هنا غادي ندير البراد، باقي ليا البراد غنحكو ينشف. والمشكله البراد زائد البراد وزائد داكشي كله هو النحاس. هانتوما مشينا لفاس درنا دويره عند اختي، جاب ليا هادو وحده تهرست رحمه الله، وبقاو هادو حتى هما كيوليو كحلين. هانتوما ديال النحاس حتى هما خاصني نحكو. قال لك هادو هما اللي نحطو حدا الفوطايات. هانتوما كتشوفو شنو غنديرو، عطيوني شي حل. نمسحو هنايا خوتي، كانت تنحط فوقهم التصاور. عيوننا زقنا
العود غير كترشي البرودوي ديال العود وصافي. الا ما تحتاجيت الحكان، الحكان غير كيقهرني صافي حكان. عرفتوا هادي شنو يا خوتي؟ خصني نوريها لكم. ها انتم هادي هي ديال العود بري، لقيتها في كاريفور جوجات كل وحده ب 7 اورو ب 1400 ديال العود بري. كديروا الند هنايا وديروا هنايا ويا سلام وكيبقى خارج داك البخار. عرفتي شحال من سنويه عندي؟ 13 سنه. قد قد السن ديال جوجات ماشي غير وحده، راه الاخرى فوق الطبله. قد قد السن ديال صفيه بنتي؟ قال لك ديال تركيا. اه زوينه بزاف. المهم نكملو المسيح باش نساليو هذا الفيديو. هذا اليوم تقاسمت معكم اي حاجه تنتعاود معكم هذا النهار. هذا
صافي ساليت هكا، رتبت الصالون ديالي هانتوما شوفوا، خليت كل شيء كيلمع، ها هو هكا ديت كل شيء. عرفتوا هذا راه تكرفس ليا مزيان، راه لقيت رتيله راكبه لهيه، راني حيت الخوامي ودرتهم يتصبنوا وصافي. انا جمعت كل شيء، هادشي حكيت هنايا، نظفت هنايا، صافي نظفت حتى السخان ديالي، حتى هو لقيت شوف شتا صبات عليه من الفوق. ديروا بارطاج الفيديو، شجعونا باش نزيدوا القدام، وشكرا، وخليو شي تعليق محفز، قلنا كي جاكم الروتين.